دراسة المشروع سوف ينفذ في فترة وجيزة نسبيا بالنسبة لحجم المشروع. طبعا احنا اخذنا يعني جميع الاحتياطات اللازمة في الاوقات. نعلم ان مثل هذه المشاريع حتى في الدول المتقدمة قد تاخذ اكثر من 10 أو 15 سنة للتنفيذ، لكن احنا المرحلة الاولى حددناها على نهاية 2019 خلال 6 سنوات من الان، وهذا يعني تحدي بالنسبة لنا لانجاز المشروع في الوقت المحدد. لكن هناك طبعا خطط دراسة للمخاطر المشروع ومخاطر التنفيذ من خلال طبعا اختيار تحالفات كبيرة جدا في المشروع، ان تكون قادرة على تنفيذ المشروع، عندها القدرة عندها الخبرة المهنية وعندها القدرة من ناحية عدد الموظفين والعمالة والمهندسين ان ينفذون مثل هذه المشاريع. فإن شاء الله احنا ماشيين على حسب الخطة وعلى حسب الموعد إن شاء الله. تكلفة إنجاز مترو قطر وشبكة سكك الحديدية أكبر حتى من تكلفة مشروع الربط الخليجي، ما هي مميزة هذا المشروع؟ طبعا هذا مقارنة غير يعني عادلة، لأن احنا لما نقارن المترو أو شبكة القطارات في قطر نتكلم عن 3 مشاريع رئيسية، ونوعيتها تختلف طبعا عن المشروع الربط الخليجي. مشروع الربط الخليجي عبارة عن مسارات للسكك الحديدية تمشي أو يعني فوق على مستوى سطح الأرض، فتنفيذها جدا يعني أسهل، ولا توجد فيها تعقيدات في التصاميم، ومتطلباتها أقل بكثير من عمل محطات. احنا نتكلم عندنا هنا حوالي 37 محطة رئيسية تحت الأرض. طبعا انت على مستوى الدول مجلس التعاون محطات الربط محددة، كل دولة فيها محطة فقط، يعني المحطة الرئيسية للربط. لما نتكلم احنا عن أنفاق تحت الأرض مجهزة بأنظمة التهوية وأنظمة المخارج من مخارج الحريق، أنظمة التكييف، أنظمة الأعمال الميكانيكية والمهنية، تختلف عن قطار يسير على سطح الأرض ولا يحتاج أي من هذه الأعمال. فهذه طبعا يختلف تختلف الشبكه، ولا نستطيع ان نكون يعني نقارن مقارنه مباشره. ومثل ما قلت لك احنا عندنا 3 مشاريع، مشروع المترو اللي في الدوحه، ومشروع قطار النقل الخفيف في لوسيل، ومشروع الربط مع دول مجلس التعاون. وماذا عن مساهمه القطاع الخاص ودوره في هذه المشاريع؟ مساهمه القطاع الخاص طبعا من بدأ التخطيط لهذا المشروع تم التفكير في ان معظم يعني اعمال المشروع او قسم كبير من اعمال المشروع يسند للشركات المحليه، وسوف او ان هناك بعض الفرص لتوطين بعض الصناعات او الاعمال المرتبطه بتطوير مشروع المترو. وقد حددنا حوالي 104 فرص للمستثمرين القطريين ان ممكن ان يستثمرون في هذه الفرص وانهم يحصلون فرصتهم في المشروع. طبعا بالنسبه لاعمال الانشاءات الرئيسيه احنا فرضنا على ان يكون جميع التحالفات العالميه، كل تحالف عالمي من الشركه او كل ائتلاف عالمي من الشركات يكون معاه شركه محليه قطريه لنقل الخبره. واحنا طبعا لو لاحظنا ان في الاعمال المدنيه والهندسيه هي معظمها اعمال حفر الارض، معظمها اعمال لوجستيه، اعمال يعني خلينا نقول انها بتكون تنجز محليا وبيستفيد منها القطاع الخاص القطري بشكل كبير. وماذا عن تمويل المشروع؟ هل سيكون تمويل من طرف الحكومه القطريه ام عن طريق البنوك ام ماذا؟ لا طبعا شركة الريل شركة حكومية، ويعني وزارة المالية هي اللي يعني تتولى موضوع يعني تمويل المشروع. طبعا الدفعات تأتي من وزارة المالية للمشروع، وطبعا وزارة المالية عندهم سياستهم في تمويل مشروعات الدولة، وقد يوجه السؤال إلى وزارة المالية. وماذا عن الشركات الأجنبية التي ستساهم في هذا المشروع؟
الشركات الأجنبية هناك شركات عديدة. أنا مثل ما قلت لك هناك إحنا قمنا بعمل تقريبا تحديد ل 18 تحالف عالمي. التحالف يضم تقريبا ما بين 3 إلى 5 شركات كل تحالف وشريك محلي. هذه 18 تم تأهيلهم لأعمال المشروع، 18 تحالف. طبعا رست اليوم على شركات من كوريا، شركات من أوروبا، من ألمانيا، من فرنسا، وشركات أيضا من محلية ومن دول الخليج العربي بعد. وما الذي يميز مشروع مترو قطر وشبكة سكك الحديدية القطرية عن باقي المشاريع أو الشبكات الموجودة في المنطقة وحتى في العالم؟ ما يميزنا ان احنا طبعا بدأنا تخطيط المشروع بحيث انه يكون هذا المشروع متكامل منذ البداية. طبعا في بعض الدول الاخرى عادة تطوير المشروع المترو يأتي على مراحل مختلفة من الزمن، فيوجد هناك تقنيات مختلفة وأنظمة قطارات مختلفة وتشغيلها وصيانتها تأتي بطريقة مختلفة، لكن احنا اليوم عندنا تقريبا النظام كله سوف يكون موحد، فمما سوف يتم توفير الكثير من الجهد والوقت والتكلفة في اعمال التشغيل والصيانة. كما اننا اخذنا وضعنا في عين الاعتبار ان نضع جميع المميزات او احدث التقنيات اللي سوف تكون موجودة في عند انشاء المشروع. مثل طبعا احنا اليوم تكلم مشروع بعد 6 سنوات، فالتقنيات سواء تقنيات الاتصالات او تقنيات خدمات المسافرين او المستخدمين للمترو كل سنة عن سنة قاعدة تختلف. فاحنا ان شاء الله لما نفتح المشروع بيكون التقنيات هذه على احدث ما توصلت اليه التقنيات هذه في ذلك الحين. وماذا عن تنسيقكم مع الجهات الحكومية على غرار البلدية والمواصلات؟ هناك لجنة تنفيذية هناك أول شيء هناك لجنة تسير للمشروع برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ومشكلة من سعادة الوزراء البلدية والمواصلات والمالية والوزارات المهمة، وينبثق من ذلك لجنة تنفيذية، وهذه اللجنة التنفيذية ممثلة من الشركات الكبرى مثل الأشغال والبلدية والكهرباء وكهرماء والتخطيط العمراني، وتجتمع بصورة أسبوعية لمراقبة سير المشروع وتذليل أي صعوبات. السؤال الأخير، يبقى الهاجس والأثر البيئي وتحقيق مبدأ الاستدامة بوصلة عمل الحكومة القطرية، هل نعتبر مختلف مشاريعكم مشاريع صديقة للبيئة ومستدامة؟ نعم بالتأكيد. طبعا أكبر هدف أن إحنا عندما نوفر مئات الآلاف من الأطنان من الانبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون. إحنا كما تعلمون أن طبعا استخدام السيارات الخاصة في المواصلات شيء مكلف كثير للبيئة، والاستخدام المواصلات العامة طبعا هذا يحقق الاستدامة، وإن شاء الله احنا نرى ان مشروع الريل سوف يكون له اثر بيئي كبير ان شاء الله.